يسعد لي صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتم تتابعون برنامجنا وبرنامجكم راديو رومانو. صوت الرومانيستا الأول رجع لكم في الحلقة 12 اللي راح نستعرض فيها أبرز الأحداث اللي جرت خلال شهر مارس، الشهر المصيري اللي تحدثنا فيه عن أهميته في الحلقات السابقة، وكذلك عن مباراة الديربي اللي ختمنا فيها شهر مارس واللي كانت مباراة قمة في الإثارة والروعة بالنسبة لنادي روما، واختتمت هذا الشهر بفوز استثنائي لأبناء الجيالوروسي. قبل ما نخوض في كل هذه التفاصيل، خلوني باسمي وباسمكم أرحب بضيفي في هذه الحلقة وفي كل حلقة، زميلي المعد والمقدم سيف العبيدي. أهلا وسهلا فيك سيف. أهلا وسهلا بك جون، حياك الله وكل مستمعين الكرام. يا أهلا وسهلا مستمعينا، كالعادة حاب أني أذكركم باللايك والكومنت والشير للحلقة لكل الرومانيستا اللي تعرفوهم من حول العالم، ونورونا بزر الاشتراك في القناة، وحابب أني أعتذر لكم بشكل شخصي ونيابة عن كادر العمل عن توقفنا خلال الأسبوعين الماضية بسبب ظروف كانت خارجة عن الإرادة، ولكن إن شاء الله راجعين وبكل قوة للحلقات وبشكل دوري في كل أسبوع. خليني أبلش معاك يا سيف في وين ما انتهيت في المحاور أنا في المقدمة مع مباراة الديربي تحديدا. أنا حابب أنه اليوم نستعرض ما حدث في الديربي، المباراة الاستثنائية اللي قدم فيها روما أفضل مباراة لربما في هذا الشهر في المجمل، وكان في أنسب توقيت وفي أنسب وأفضل مباراة ممكنة. حابب أسمع منك كل التفاصيل اللي ممكن أنك تتحدث فيها عن هذه المباراة من وجهة نظرك. تفضل سيف. عن جون، مباراة لاتسيو مباراة أعادت الروح والهيبة للنادي آخر أسابيع. روما قدم مباراة كما يصطلح أن نقول عنها فلورس فيكتوري، خالية من أي عيوب. يا سلام. الجميع قدم ما عليه بأدق التفاصيل. الدفاع كان 10 على 10، خط الوسط كان 10 على 10، الهجوم كان أكثر من ممتاز. مباراة مثل ما أرادها مورينيو تماما، مباراة لرد الثأر من مباراة الذهاب، أيضا لاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية. الآن نحن نتحدث عن 9 مباريات بدون هزيمة. روما دخل المباراة بتشكيلة فاجأت البعض بوجود الشاب زارلسكي على الرواق الأيسر. بقية الأسماء هي كانت المتوقعة، رغم أنه الأغلبية كان متوقع وجود زانيولو، لكن بهذا الرسم التكتيكي اللي دخل به مورينيو كان لا يوجد مكان لزانيولو. يعني خطوة موفقة جدا بجعل زانيولو على البنكينة. روما دخلت المباراة بثلاثة في خط الخلفي، 2 على الرواق، كذلك ارتكاز لاعبين وصانعي ألعاب للمرة الأولى هذا الموسم. أمامهم إبراهام السفاح اللي أثبت في كل مباراة خلال شهر مارس وكذلك خلال هذا الموسم أنه مهاجم من الطراز الأول، مهاجم يسجل من أنصاف الفرص، لا يحتاج للكثير لكي يتكيف، رد على كل المشككين. لم يحتاج في الديربي سوى إلى أقل من دقيقة واحدة لأن يثبت علو كعب روما في هذه المباراة. مباراة شخصيا أحتار في أن أختارها رجل للمباراة، لأن الجميع كان مثل ما قلت لك قدم اللي عليه، حتى الأسماء اللي كنا ننتقدها في بعض الحلقات السابقة مثال كريستانتي أو حتى مختاريان، يعني شخصيا أنا انتقدت مختاريان، هذه المباراة كانت مثالية، الكمال الكروي كما يطلق عليه. ثلاثية رائعة، هدف بلغريني رغم عدم تعافيه 100% من الإصابة كان جميل جدا. روما جميل باختصار. خليني أسمع منك
إذا كنت تستطيع أن تعطيني اسم واحد لأن يكون نجم المباراة. وخليني قبل ما نروح على نجم المباراة، يعني حقيقة أنت أعطيت يعني أفضل وصف ممكن لربما للمباراة تحديدا، بحكم أنه كان فعلا روما جميل، روما خلاب، قدم واحدة من أفضل الأشواط لها على الإطلاق في هذا الموسم. الشوط الأول تحديدا 45 دقيقة، فعليا أنا بالنسبة لي كان شوط واحد فيه رد اعتبار، فيه رغبة، فيه روح، فيه ثأر من مباراة الذهاب، من مباريات القمم اللي كان روما يعاني منها على مستوى السنتين أو الثلاثة الماضية. مؤخرا روما أمام التوب 6 ما كان يقدم مباريات استثنائية، ولكن في المجمل خلال هذا الموسم تغيرت نوعا ما روما في الشكل، على المستوى الهجومي، على المستوى الدفاعي هناك تحسن. لا زال هناك بعض الأمور اللي لابد أنه يتم تحسينها، خاصة على مستوى الخط الوسط والدفاع، ولكن في المجمل منظومة الفريق بالأمس كانت فعالة جدا. مثل ما وصف ساري تحديدا مدرب لاتسيو، أنه الهدف الأول لروما هو الهدف الذي قطع أرجل لاتسيو تحديدا، وأعتقد أنه أيضا الهدف الثاني، لأنه كان بعدها بمدة وجيزة أو بسيطة، فعليا قضى 20 على آمال دقيقة لاتسيو. فعليا كان الفرق 20 دقيقة فقط لا أكثر. بالفعل بالفعل، يعني أيضا ما ممكن أنه ننسى أنه ليلة استثنائية لكل اللاعبين. يعني أنا قبل المباراة كان عندي 3 أسماء تمنيت أنه تكون في أفضل حالاتها في هذا الديربي. أولهم زاليفسكي، لأنه أول ديربي له بشكل رسمي، وخاصة أنه كان يعني تم جلد اللاعب بشكل مبالغ فيه بسبب مباراته أو مردوده في مباراة أودينيزي. إيبانيز، اللاعب اللي كان مهزوز في مباريات القمة بشكل دائمي، ولكن بالأمس قدم مباراة مميزة. وبالمناسبة أيضا تواجد إيبانيز كان مفاجئ بالنسبة لي، لأنه كنت متوقع أنه كومبولا هو من سيبدأ المباراة بحكم مستواه المتصاعد مؤخرا. واللاعب الثالث اللي كنت أتمنى له أنه يقدم مباراة جيدة كديربي، وخاصة أنه هذا أول ديربي له، كان سيرجيو أوليفيرا. حقيقة الثلاثة قدموا مباراة استثنائية إلى جانب بقية اللاعبين. كريستانتي بالأمس لا زال في تألق، مؤخرا اللاعب أصبح له وزن وثقل بحكم الدور اللي يقوم فيه، خاصة من الناحية الدفاعية. هناك نوع من التأمين أصبح موجود للمنطقة ما بين قلبي الدفاع وما بين لاعبي الارتكاز أو خط الوسط بشكل كامل. أيضا لاعبي الرواق بالأمس كانت مبارياتهم ممتازة. كارسيدور ذكرنا بمباريات المميزة، زاليفسكي كان حاضر ذهنيا، لم يكن مشتت. وجود صانعين ألعاب مثل ما تفضلت، بيليغريني ومختريان، من مدة طويلة ما شاهدنا روما بصانعين حرفيا قدموا لنا مباراة أكثر من ممتازة. معظم اللاعبين كما ذكر مورينيو خلال هذا الأسبوع، الإرهاق البدني، الإرهاق النفسي كان واضح، ولكن مباراة الديربي كما هو معروف دائما لها رونقها الخاص. يمكن حتى روي باتريسيو الذي لم نشاهده إلا في لقطتين تقريبا أو ثلاثة فقط، أيضا خرج بكلين شيت، وهذا أيضا يحسب له. إحدى التصديات كانت أيضا مهمة في نهاية المباراة، الكلين شيت 12 كأفضل رقم بالتساوي مع هاندانوفيتش في السيريا آ. بالنسبة لي، وحتى أختم الحديث عن مباراة الديربي، يمكن أروح مع تامي أبراهام، ولسبب بسيط جدا، ليس بسبب تصويت الجمهور له بالفعل على موقع النادي كرجل للمباراة، لكن حقيقة أنك تكون في ثاني ديربي فقط لك تسجل أسرع هدف في تاريخ الديربي بعد 56 ثانية. 20 دقيقة فاصلة
30 ثانية تقريبا إن لم أكن مخطئ في الثواني، هو أسرع ثنائية في تاريخ الديربي، سببين يجعلون من كذلك هي كانت خبرها. يا جون أول ثنائية للاعب واحد من أيام توتي، من أيام توتي ما حدا سجل على لاتسيو ثنائية. بالفعل هذا أيضا رقم آخر يحسب لتامي أبراهام المتألق مؤخرا، الذي عادل أيضا أرقامه مع تشيلسي في أفضل موسم له مع الدوري، سجل أكثر من 15 هدف مع روما في الدوري هذا الموسم. كذلك أرقامه كأول موسم له مع روما الآن أصبح على مرمى هدف واحد فقط من كسر رقم فولك، ليكون أفضل لاعب قادم لروما يسجل عدد أهداف بهذا الكم الهائل في أول موسم فقط مع نادي العاصمة. هداف من أول موسم لك مع روما، كما يذكر دائما تامي أبراهام في تصريحاته، أنا ممتن لهذا النادي، أنا أشعر في أني في منزلي منذ وصولي. فأعتقد أنه الجو والدعم والشحنة المعنوية والطاقة اللي موجودة في مدرجات الأولمبيكو وفي مدرجات الكورفا أينما حلت وارتحلت، أعتقد أنها كانت سبب قوي جدا، بالإضافة إلى ثقة مورينيو وكذلك دعم المستمر للاعب ودائما يطلب منا المزيد. هذا لوحده يعطي زخم كبير جدا للاعب بقيمة أبراهام، صغير في السن لكن كبير ومؤثر جدا على مستوى المنظومة وعلى مستوى الأداء. خليني أختم الحديث عن الديربي. أنا حابب ننطلق مباشرة في الحديث عن مباريات شهر مارس بالكامل. تحدثنا عن هذا الشهر أنه شهر مصيري وشهر مؤثر جدا في مسألة وجودك في مركز أوروبي تحديدا في ختامية هذا الموسم. شاركنا في الكونفرنس في مباراتين أمام فيتيس، تفوق أمام أتلانتا وكذلك لاتسيو، مباريات قوية وثقيلة جدا ومهمة أمام منافسين مباشرين في مسألة التأهل لأوروبا الموسم المقبل، وكذلك مباراة أودينيزي اللي هي لربما بالتوازي تكون مع مباراة فيتيس ما بين الذهاب والإياب، كان نوعا ما روما فيها متذبذب إلى حد كبير. حابب أسمع رأيك فيما يخص هذا الشهر، كيف شفت هذا الشهر، وفي نفس الوقت روما مبدئيا قبل إبريل والآن نحن وصلنا إلى التوقف الدولي، روما خلال هذا الشهر هل أدى المطلوب منه؟ ليس فقط من ناحية عدم الخسارة، ولكن هل النتائج فعليا هل هي كانت المطلوبة من الفريق؟ تفضل سيف. يعني بالنسبة لي يا جون كمشجع رومانيستا أشوف شهر مارس مرضي كثيرا بالنسبة لعدد كبير من المباريات خلال شهر واحد، ضغط ما بين الدوري والسفر والذهاب إلى هولندا والعودة إلى أودينيزي ومن ثم مباراة الديربي، النتائج مرضية جدا. أنت الآن تفوقت على أتلانتا في ملعبك، منافس مباشر، جعلت الفارق بينك وبينه حتى وإن فاز في المباراة المؤجلة له هو فقط 3 نقاط، لكن خلينا نستبق الأحداث الآن. روما في المركز الخامس، ذهبت إلى هولندا لتلعب في مزرعة وليس ملعب، هاي المزرعة خرجت منها بنتيجة إيجابية قوام هدف نظيف أمن لك الإياب، ثم الرحلة إلى أودينيزي النقطة السوداء في شهر مارس، لكن دعنا أن لا نقول نقطة سوداء بمفهوم الأسود، لأنه بالأخير أنت لم تخسر نقاط، استمريت في حالة عدم الخسارة، كسبت نقطة. المباراة السيئة الثانية خلال هذا الأسبوع كانت هي مباراة فيتس الثانية، كانت بالأنفاس الأخيرة، الفوز فيها ما يعني تعب الجمهور إلى أن تحقق التعادل. كانت مباراة أيضا ليست بالمستوى المطلوب، شخصيا توقعت أكثر من اللاعبين، لكن الإرهاق والتعب
أثر كثيرا. يعني حتى أنت تحدثت عن كومبولا اللي توقعته في الديربي، كومبولا لم يشارك أعتقد بسبب الإرهاق الشديد خلال هذا الشهر. ثم أتى ربما فعلا. الديربي ليختتم لنا مارس أكثر من رائع، مارس جميل. هذا الشهر خلانا نوصل إلى المركز الخامس على بعد 8 نقاط على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وخلانا أيضا نوصل إلى دور الثمانية في الدور المؤتمر الأوروبي. سنقابل بودو نعم. أيضا، خصم شخصيا أراه الأنسب في الوقت الحالي. روما لديه نعم. كل المقومات للفوز. البعض متخوف من تكرار مباراة الذهاب، لكن أنا أتوقع أنه لكل مباراة كانت ظروفها. مورينيو أخطأ في مباراة الذهاب، مباراة الكارثية اللي كانت في النرويج. الآن روما سيعول على الفريق الحالي بهدف الثأر من بودو. أيضا أنت لاحظ هذا الشهر كله كان رد للديون، رديت دين لأتلانتا، رديت دين للاتسيو، حتى بودو الآن إذا جاء في شهر أبريل أيضا سيتم رد الدين له. بالنسبة لي أرى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالمتناول. نعم هذه وجهة نظري الشخصية، أتمنى أن أكون مصيب فيها. تمام شهر رائع باختصار شديد، قدم في روما مباريات جميلة جدا. كمعدل أرى في هذا الشهر كأفضل لاعب كان أبراهام في الكثير من الأهداف اللي سجلها. نعم ما أريد أقول الأسوأ، لأن هي ما كان لاعب سيء، الجميع بذل ما بوسعه، لكن أعتقد النقطة السوداء أيضا كان زالفسكي في مباراة أودينيزي فقط، يعني الوحيد اللي كان عندي عليه بعض الملاحظات. ولكن هو لاعب شاب 20 سنة بعد في بداية مسيرته، بالعكس هذه المباريات وغيرها تعطيه دافع لأنه يقدم الأفضل. والدليل أنه مباراته مع لاتسيو كانت أكثر من رائعة، الجميع صفق له أثناء نعم خروجه من الملعب، صحيح قدم مباراة أكثر من رائعة، حد من خطورة لاعبي لاتسيو. كانت مباراة جيدة للجميع مثل ما قلنا سابقا. شهر جيد جدا بالنسبة لي، ننتظر شهر الحسم في أبريل. ضروري جدا التركيز والبقاء على نفس الرتم حتى نعم نستطيع الاقتراب أكثر والتأهل إلى دوري الأبطال إن شاء الله. هذه كانت وجهة نظري عن شهر مارس. أعتقد أنت توافقني الرأي في كثير من الأمور. أتوقع أنه أنت يمكن لخصت تفاصيل كثيرة كانت خاصة بهذا الشهر، ما راح أعيد الكلام عنها، لكن صراحة يمكن أكثر ما كنت أتمناه من هذا الشهر أنه فقط نتيجة مباراة أودينيزي لو كانت اكتملت بالفوز لكان شهر مثالي جدا بالنسبة لروما، بعيدا عن الأداء. لو لكن كانت فوز ما راح تكون هذه روما يا جون، نحن متعودين انه مباريات روما لا تكون كلها برتم واحد. خلينا نقول انه فعليا الفريق في المجمل وصل للاهداف اللي كانت مطلوبه منه خلال هذا الشهر. في نفس الوقت صحيح خسر مباراه اودينيزي كنقاط كامله، ولكن على الاقل في المباريات المهمه جدا كان موجود وحاضر. المباريات اللي لربما كانت الترشيحات لا توافق على أو تتفق على جزئية أن روما متفوق وروما بإمكانه أن يفوز، لكن روما كسر هذه القاعدة. روما تفوق ذهابا وإيابا على أتلانتا ولم تحدث منذ سنوات، في الأولمبيكو تحديدا وهذه لم تحدث منذ سنوات، وأيضا في البيرغامو والمسألة أيضا لم تحدث منذ سنوات. فأتوقع أنه هذه لوحدها كانت كسرة لهذه العقدة. مباراة الديربي أيضا نفس الحالة، مباراة الديربي روما لم يخسر من لاتسيو لربما من 2017 إن لم تخني الذاكرة على أرضه اعتباريا، وبالتالي الفريق من الأساس يدخل دائما بشكل أجريسيف أكثر. الديربي دائما له
ظروف مختلفة، له نفسية مختلفة، معنويات أعلى، جمهور في حالة حتى من الفرح الحالات. فيه أكثر. بالضبط بالضبط، الفوز فيه حتى لو كان بهدف عكسي وفي آخر الدقائق سيجعل من جمهور معين مجنون بسبب فرحة، والآخر سيكون مجنون بسبب سيناريو أو بسبب خسارة. فأنا أتوقع من وجهة نظري المتواضعة حتى مباراة فيتيس برغم عدم يعني تقديم الفريق للمستوى المأمول، لكن الأهم كان هو التأهل. يعني حتى مورينيو عندما سئل بعد مباراة الإياب ذكر المهم كان لدينا أنه لا نلعب الوقت الإضافي، لا نذهب بالمباراة إلى أطول فترة ممكنة، خاصة وأنه الديربي كان بعدها بيومين أو ثلاثة. بالتالي الخلاصة أتوقع أنه شهر ناجح بالنسبة لمورينيو على مستوى تحسين تفاصيل خاصة بكيفية العمل على هجوم الفريق، رغبة النادي في تحقيق أعلى قدر ممكن من النقاط من دون تحقيق أي هزيمة وهذا أمر مهم جدا، رغبة الفريق في إنهاء بأعلى تصنيف في جدول الترتيب وهذا الأفضل والأهم على مستوى الموسم ككل. لو أنهيت الدوري وأنت في أعلى ترتيب ممكن أنك تحققه خلال هذا الموسم برغم من كل الظروف الصعبة، أعتقد أنه سيكون مهم جدا جدا جدا، وشيء يعتبر أيضا يحسب للمجموعة وللمدرب. ختامي، أتوقع أنه موضوع بودو وفكرة المباراة، المباراة الأولى كانت في فترة الشتاء، نحن الآن في الأواخر تقريبا، فترة شهرين أو ثلاثة شهور بين المباراتين، يعني أتوقع أنها كافية جدا حتى تقلب كيان بودو وروما كذلك. لا بودو هو بودو اللي شاهدناه في مباراة الذهاب، ولا روما هو نفس اللي شاهدناه في مباراة الذهاب أو حتى الإياب. بالتالي نحن موعودون مع مباراة ستكون كبيرة في النرويج، وبعد ذلك ستكون العودة أيضا في الأولمبيكو، وهذا أيضا يعطي أدفانتج أو امتياز للفريق في مباراة الإياب. أتوقع بنسبة كبيرة جدا أن الفريق بإمكانه أنه يعبر للدور المقبل، ولكن لا نستبق الأحداث، سنتحدث عن التفاصيل الأخرى لاحقا. ولكن كان هذا كل ما لدينا مستمعينا الأعزاء فيما يخص مباراة الديربي ومباريات شهر مارس بشكل شامل. حاولنا أنه نلخص الحلقة قدر المستطاع بأهم التفاصيل الخاصة بهذا الشهر. شكرا جزيلا لك سيف على هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك جون، أبدعت كثيرا أنت بهذه الحلقة كالعادة أنت كذلك. خليني أيضا أسمع وجهات نظر المستمعين في التعليقات أو نقرأها في التعليقات بالأحرى خلال الأيام المقبلة بعد نزول الحلقة. نورونا بتعليقاتكم وما تنسونا باللايك والاشتراك في القناة، وكذلك عندكم الشير، شيروا الحلقة لكل الرومانيستا في كل مكان حتى يوصل لهم صوتنا، صوت الرومانيستا الأول، صوت راديو رومانو. أحييكم وأذكركم أنه إحنا مستمرين معاكم حتى نهاية الموسم بجدولة جديدة، وأيضا بقادم الحلقات اللي راح يكون فيها أفكار أيضا جديدة. إن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة راديو رومانو، صوت الرومانيستا الأول، يحييكم أينما كنتم، وإن شاء الله دائما تكون أيامكم سعيدة مثل سعادتنا بمباراة الديربي وحتى نهاية هذا الموسم وكل موسم. وكالعادة مع ختامية كل حلقة، غراتسيا توتي، فورزا روما بير سيمبري، تشاو تشاو. It's cheap by the